الدكتور أرب العناني، مدير عام صحة أريحة والأغوار. أسعدت صباحا بكل الخير دكتور أرب. صباح خير ويسعد صباحكم مائدة الفجر أهلا وسهلا بكل بك. موظفيها. أهلا وسهلا صحيح ابن محافظة الكرم، ويسعد صحيح صباحك دائما أبدا. صحيح يعني نحن نتحدث عن تباين الآراء، ولا أحد بصراحة يستطيع حسم الجدل، ولكن ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار أنه هنالك تضارب ما بين الأمور القانونية وما بين الأمور والبروتوكولات الصحية. لكن السؤال يبقى هنا، نشر أسماء المصابين بالكورونا هل يعتبر انتهاكا للخصوصية أم ضرورة للوقاية من هذا المرض؟ اسمحي لي، هو عادة ليس ضروري انك تعلن اسماء المصابين. هو ما يتم هو عبارة عن داخلي ما بين وزارة الصحة وموظفي وكل مديرية كل محافظة صحة، لكن كما تعلمين انه حاليا بعملية مثلا في عملية العزل، عندما يصاب وتذهب الى عزله في خلال انتشار في داخل جميع المحافظة انه هذا المصاب بكورونا، صحيح. يعني حتى لا سيتم مع خلال مصاب بكورونا، لكن هو ليس من العيب، ليس عيب وليس كفرا وليس جريمة قتل من يصاب بفيروس كورونا. يعني ارجاء انا بوصل رسالة لكل مواطنين عبر اذاعتكم كمان في جميع المحافظات انه هو ليس بذلك الكفر او جريمة قتل او اساءة، انه اذا كان اصيب هي زي انفلونزا عادية اصيب فيها. نعم. طب دكتور أرب، يعني هل من صلاحيات بصراحة وزارة الصحة قانونيا، هل يعتبر نشر الأسماء يعني متاح بالنسبة لوزارة الصحة، أم يعتبر انتهاك لخصوصيات المريض، خاصة وأن أكثر المصابين يرفضون نشر أسمائهم؟ فبالنسبة للبروتوكول الصحة المعمول به، كيف تتعامل وزارة الصحة أو حتى مديرية الصحة مثلا عندكم في أريحة والأغوار، كيف تتعاملون لدى وصول مصاب بالكورونا؟ هل يتم التحذير بأن من خالط، وحتى يتسنى لكم أيضا تتبع الخارطة الوبائية لهذا المرض؟ يعني ألا يجب أن يعرف المواطنين، بقية المواطنين، أن هذا المصاب هو فلان كي أبلغ إذا ما خالطت أم لا؟ كلام سليم. صراحة هو شيء معقد، عملية المخالطة والإصابة في الإعلان وعملية أن تبقى سريا، فهي صراحة هي شغلة معقدة. أولا الصحة الفلسطينية لا تعلن الأسماء، اللهم تخبرنا كمدراء صحة وكطب وكاف أن ذلك النتيجة كانت إيجابية. نقوم باتخاذ الإجراءات، تعلم كيف طريقة اتخاذ الإجراءات، نتخذ الإجراءات اللازمة بأخذ ذلك الرجل أو المصاب وحجره، إما في الحجر الصحي، تخيل، إما تأخذه في الحجر الصحي يتم مباشرة وتأخذه إلى الحجر الصحي، أو تم أخذه منزليا وأخذ العينات من الدم الأهم جديد في المنزل، تبدأ المنطقة بالعلم مباشرة أن ذلك الشخص مصاب. الوزارة هي حق لأي شخص أن يعلن عن أسماء المصابين، فيتم بذلك يتم خلال انتشار أن ذلك الشخص مصاب بفيروس كورونا نتيجة وصول طوارئ طب الوقاية مديرية صحة المحافظة. لكن صراحة هي صعبة أن تخفي، أن يختفي الشخص المصاب. لذلك قلنا في البداية أن لا أحد يستطيع حسم الجدل في هذا الموضوع، لكن القانون الطبي العالمي دكتور أرب له الحق القانوني والأخلاقي باحترام خصوصيته نشر أي شيء عن المريض لأي كان أو الحديث عنه، لكن هذا الحق يتم تجاوزه قانونيا في حالة الجائحة الطبية وفق القانون الطبي العالمي. في هذه الحالة القانون الطبي يجب أن يحمي المجتمع بأكمله وليس فقط هذا المريض. لذلك هنا أود أن تعقب على هذا القول إن أمكن. صراحة إن عندما يصاب شخص عليك أن تعلن عنه حتى لا يتم مخالطته من قبل آخرين لا يعلمون بإصابته، لأننا في جائحة. نعم. في السابق كنا نستطيع أن نخفي، لكن حاليا بدأت بالعشرات وبالمئات وفي بعض المحافظات وصلت بالألوف.
تخفي صراحة جدا أن تخفي اسم الشخص أو أن توصف أنه مصاب بكورونا. فما منطقة معينة في إحدى المناطق، نفرض طول كرم أو في مناطق أريحة في إحدى المناطق تصبح مصاب، فبذلك أنت تكون بإغلاق تلك المنطقة الموبوءة مباشرة في حد يتم وصول المعلومة إلى البشر مباشرة أن تلك المنطقة موبوءة ومصابة عائلة معينة بكورونا. نعم نعم، إجمالا يعني بصراحة حتى هذه اللحظة كما نقول تتبين الآراء وتختلف، لكن طبيا ولأننا في جائحة يحق للجهة الطبية أن تقوم بالنشر لربما والحديث الحماية للمجتمع بأكمله كما ذكرنا، وبحالة استثنائية ليس بشكل معتاد أن يتم الإعلان عن خصوصية هذا المريض، ولكن لأننا في ظل أزمة وجائحة عالمية فوفقا للقانون الطبي العالمي الذي يسمح بنشر المعلومات والتفاصيل فقط من أجل حماية المجتمع ككل. إجمالا بين هذا وذاك نبقى بالتأكيد دائما وأبدا في ظل ما يوفر علينا كل هذا العناء وهذا التعب هو أن نلتزم بإجراءات السلامة والوقاية. أنا حابب كمان أضيف لك شغلة معينة ثانية. نعم تفضل دكتور. حتى المصاب حتى يتم حماية المجتمع من نقل العدوى في حين حجره او حجر منزليا او في منطقه الحجر الصحي. يعني لن يصاب اي شخص اخر بما ان ذلك الشخص تم حجره، وعندما نعرف انه مصاب بفيروس كورونا. حتى الشفاء لن يخرج من مكانه حتى الشفاء التام، بذلك نضمن حمايه المجتمع من تلك العدوى، وليس مجبورين ان نعلم المجتمع بانه ذلك المصاب لا تقترب منه لانه محجور منزليا ومحجور صحيا. هذا ما هو ما يجب ان يكون مفترضا وواقعا بصراحه. نعم. مفروض على هذا هذا الحاصل عندنا في وزاره الصحه الفلسطينيه. نعم، ونامل بالتاكيد الالتزام من كل المشتبه باصابتهم او خالطوا مصابين او حتى هم مصابين ان يلتزموا بالحجر المفروض سواء كان منزليا او في مراكز الحجر. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أرب العناني مدير عام صحة أريحة والأغوار، وفي مشاركة أيضا للزميل منتصر عناني بيقول يا جماعة افهموا أن الكورونا مش عيب ولا عار زي ما البعض بيفكر، للأسف هي مرض عادي عافانا وعافاكم الله، فقط ما علينا يجب أن الوقاية والتحصين، هذا هو بالتأكيد دائما وأبدا ما هو مطلوب منا. صباح الخير لكل المتابعين والمتابعات، صباح الخير للذين استيقظوا مبكرا نشيطين ونشيطات، نواصل المشوار الصباحي ونواصل أيضا الفقرات ولكن بعد الفاصل.